السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع لربح عملة الدوك كوين، موقع لسه جديد يا شباب. الموقع بيديك خطة مجانية شخصية زي كده، بتعدن عليها الشخصية دي، بتعدن عليها انترجم كده باللغة العربية، وبقول لك ربح يومي 4% لحد الأدنى اليوم مش عارف ايه، 20 يوميا، 20 مكافأة التابعين، 7 يوميا من مدى الحياة. دي احصائية الموقع يا شباب، دي له يومين. المستخدمين، إجمالي الودائع، المدفوعات، الإيداعات والسحوبات يا شباب، تاريخ اهو. تقدر تودع بأي عملة من العملات اللي قدامنا ديت، ليتكوين، دوك كوين، دوك كوين، بيتكوين، ليتكوين. ونطلع فوق يا شباب، طريقة تسجيل في الموقع، بنيجي من هنا ندوس على كلمة تسجيل. ايوه، هنا بنحط عنوان الدوك كوين بتاعنا، لا هنا بنحط الاسم يا شباب، وهنا بنحط عنوان الدوك كوين، وهنا الايميل، وهنا الباسورد، ونعمل تسجيل. تمام، اسم، عنوان الدوك كوين، بريد الكتروني، باسورد، وتسجيل. هنرجع تاني بعد كده ندوس لودنج للدخول. حركوا المؤشر كده يا شباب لما تنور معاكم، وتقوم دايس اهو كده. نحط اللي هنا الوان المحفظة، وهنا الباسورد، وبنعمل تسجيل دخول. ده شكل الموقع يا شباب من الداخل، وزي ما انتم شايفين التعدين شغال اهو. وتنزل تحت هتلاقي دي الخطة بتاعتك المجانية. لو انت حابب ان انت تزود ارباحك، بتيجي تدوس هنا على الكلمة دي، بيدخلك على بقية الخطط زي ما انتم شايفين كده. بتنزل تحت كده بتشتري الخطة اللي انت عايزها. الخطة الاولانية دي المجانية، ممكن تزود خطة كمان، او الخطة التانية بتدوس هنا برضو شراء. لو دوست مثلا شراء كده هيحولك على، هيقول لك ايه ترجمة، يقول لك ده قيمته قد كده الحصول على الدوك. لازم تودع الاول عشان تقدر ايه يبقى عندك، تقدر تشتريه. تمام، من هنا اللي بتعرف اللي عندك عامل واحد، لما بتدوس كده بيجيبك على العامل اللي عندك، العمال اللي عندك. وهنا الارباح بتاعتك، ربح يومي 2، ربح في الاسبوع، ربح في الشهر، ربح ضعيف جدا في الخطة ديت. من هنا يا شباب الايداع، لو انت حابب ان انت تودع في الموقع، بتيجي من هنا تختار العملة كده، هو على الدوك. لو عايز تختار البيتكوين او الليتكوين، هنا بيقول لك القيمة قد ايه اللي تودع بيها. هي مثلا اخترت الدوك، هيقول لك اقل حاجة 500، البيتكوين 100,000، الليتكوين 2 مليون. تمام يا شباب، بعد كده هنيجي على السحب. السحب من هنا يا شباب بندوس هنا كده، هنا طبعا بتحط المبلغ، وهنا بتحط عنوان المحفظة، محفوظ اهوت، وبتعمل طلب سحب. تمام يا شباب، حد الأدنى 20 دوك كوين. بعد كده في ايه تاني، رابط الإحالة، لا ده هنا آخر دخول وآخر ناس متهيألي سحبت في الموقع أو أودعت في الموقع. ليفرالز، ده في مكافأة يا شباب، دي مكافأة بتاخدها كل ساعة، اهي حصل على مجاني كل ساعة. تمام، يبقى انتوا هنا في مكافأة بتحصلوا عليها كل ساعة، زائد هنا رواتب الإحالة اهو يا شباب، 7%. وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك،
وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وأي استفسار سيبولنا تعليق أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.